المحاضرة دي استكمال للمحاضرة اللي فاتت في دوائر الريزيستر، يبقى وفيها نتكلم على السيريز ريزيستنس والبارل ريزيستنس كونكشنز. فهنبدأ بالسيريز بالسيريز ريزيستنس والفولتج ديفيجن. عشان نشوف الحكاية دي نستخدم الدايرة نهائيا. دايرة فيها اتنين ريزيستنس و اندبندنت فولتج سورس في. في الحالة دي هيبقى التيار اللي ماشي في الدايرة كلها اسمه اي، والمقاومتين متوصلين على التوالي حسب ما احنا قايلين في العنوان. في حالة التوالي بيبقى التيار في الدايرة كلها هو ثابت، والفولت هو اللي بيتقسم. ففي الحالة دي هيبقى V بتساوي V واحد زائد V اتنين، حيث V واحد على المقاومة الأولانية و V اتنين على المقاومة الثانية، يساوي I R واحد I R اتنين، يعني I في R واحد زائد R اتنين. وبالتالي I هتساوي V على R واحد R اتنين. ممكن الدايرة دي نرسم لها مكافأة عبارة عن مقاومة سميها R series، ومصدر الجهد هو نفس الجهد، وعايزين نخلي التيار هو علشان الدايرة دي تبقى مكافأة للدايرة دي. هيبقى التيار I series هتساوي V على R series،
ولو قلنا إن إحنا عايزين التيارين متساويين، فلو ده بيساوي I معناها إن الـ R series تساوي R واحد زائد R اتنين. من المعادلة اللي هي I بتساوي V على R واحد زائد R اتنين نقدر نجيب V واحد اللي هي هتساوي I في R واحد، I اللي هو عبارة عن V على R واحد زائد R اتنين في R واحد، ويبقى علشان نخلي المعادلة دي تاخد صورة كويسة نستخدمها، فهنخليها R واحد على R واحد زائد R اتنين V، فيبقى ال V واحد بروبورشنال مع R واحد، V واحد بروبورشنال مع R واحد، وبناء عليه V اتنين هتساوي R اتنين على R واحد زائد R اتنين في V، ويبقى V اتنين بروبورشنال مع V اتنين. الباور اللحظية ب تساوي، يعني لو قلنا بي في المقاومة الأولانية بي واحد هتساوي في واحد تربيع على ار واحد، وحسب الفي واحد اللي احنا جبناه ده لو ربعنا ده وقسمناه على ار واحد فنلاقي ان بي واحد هتساوي ار واحد على ار واحد زائد R اتنين تربيع في V تربيع، وB اتنين اللي هي هتساوي V اتنين تربيع على R اتنين اللي هي هتساوي R اتنين على R واحد R اتنين تربيع في V تربيع. والتوتال باور بي اللي هي مجموع البي واحد والبي اتنين لما اضبط المعادلتين دول مع بعض واجمع فلاقي ان دي هتطلع في 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 على ار واحد ار اتنين R اتنين V على R واحد زائد R اتنين ده اللي هو I، يبقى دي أكنها بتساوي V فور. ممكن نعمل إكزامبل بسيط على الدايرة دي،
المقاومة دي 90 أوم، ودي أور، الفولت اللي هنا تيار متغير قيمته 120 سنتي، في واحد في واحد بتساوي 72 سنتي، والمطلوب حساب R2 و I. والباور دلوقتي انا عارف الجهد اللي على المقاومة 90 أوم، وبالتالي ده المفروض الجهد ده اللي هو 72 سنتي بتساوي حسب القوانين بتاعتنا ان في واحد بتساوي في على ار واحد زائد ار اتنين في ار اتنين، فيبقى ده بتساوي 120 سنتي، ده اللي هو في مقسومة على ار واحد زائد ار اتنين اللي هي عندنا هنا بمسمى ار، في ار واحد اللي هي 90. لو حسبنا ده هنلاقي ان ار اتنين هتساوي 60 أوم، وبالتالي ال R series هتساوي 90 زائد 60 اللي هما 150 أوم. في الحالة دي ممكن حساب I هتساوي ال V اللي هو 120 سنتي على 150، تساوي 8/10 سنتي أمبير. والباور أبزوربت بآر واحد وآر اتنين بي واحد بتساوي آر واحد آي تربيع هتساوي 57.6 سنتي تربيع تي،
وبي اتنين ار اتنين تربيع 38 وأربعة من عشرة ساين تربيع تي وات. وبناء عليه الباور الكلية delivered by the source هتساوي B1 زائد B2 هتساوي بعد التجميع 96 ساين تربيع T. ده لو كان احنا بدينا التحليل بتاعنا بان احنا خدنا دايرة بسيطة فيها مقاومتين بس. دلوقتي ممكن نأكستند الاناليسز لان من المقاومات، وبالتالي الدايرة بتاعتنا ممكن تبقى بالشكل ده. في N من المقاومات وفي فولتج سورس، وبالتالي التيار اللي هيمشي برضو تيار ثابت والفولت هو اللي بيديفايد. يعني في عندي على R1 في V1، على R2 في V2، R3 في V3 وهكذا. وبالتالي V V تساوي V1 V2 زائد 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 إلى Vn اللي هي هتساوي I R1 I R2 إلى I Rn اللي هتساوي I في R1 وR2 إلى Rn. ومن هنا I هتساوي V على R1 R2 إلى Rn. ومنها ال R series ومنها الـ R series هتساوي R1 و R2 إلى Rn، أو بنكتبها في الصورة سم R N من N بتساوي واحد لأن كابتل. برضو علشان الشكل ده
يبقى مكافئ للشكل ده، فال I series وال R series ونفس الفولتج سورس V. بعد كده ناخد البارلل ريزيستنسز وفي الحالة دي بنقول ان الكرنت بي ديفايد and current division. يبقى هناك كان series resistance والvoltage division، هنا ال parallel resistance والcurrent division. الدائرة المبدئية أو المبسطة اللي هنشتغل عليها عبارة عن current source و اتنين conductances. احنا قلنا ان احنا ممكن نشتغل بالconductance اللي هي مقلوب الresistance، فدي هنسميها G1 ودي هنسميها G2، وماشي هنا I1 وماشي هنا I2 وماشي هنا I. فشوف يا جون ده من الشكل هنلاقي ان I بعدين بقى ايه امسحه من الشكل هنلاقي ان I هتساوي I واحد زائد I اتنين. هنا الفرق بين البارلل والسيريز، هنا التيارات مختلفة لكن فرق الجهد ثابت. الـ I1 هتساوي G1V والـ I2 هتساوي G2V يعني الكلام ده يقول إلى V G1 زائد G2 أو V هتساوي I على G1 زائد G2. ممكن الدايرة دي تكافئ دايرة فيها G parallel و I
جي بارلل واي، ويبقى الجي او الفي بارلل هتساوي اي على جي بارلل، اللي هي هتساوي في من مقارنة الدائرتين. هنلاقي ان جي بارلل ساوي جي واحد زائد جي اتنين. يبقى في التوازي بنجمع الكوندكتنسز زي في التوالي بنجمع الريزيستنسز، لكن الكوندكتنس دي احنا عرفناها انها مقلوب الريزيستنس، وبالتالي ده عبارة عن واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين. ومنها هنلاقي ان ار بارلل هتساوي ار واحد ار اتنين على ار واحد زائد ار اتنين. عشان نشوف البروبورشناليتي بتاع التيار زي البروبورشناليتي بتاع الفولت في حالة السيريز، فإحنا عندنا في المعادلات اللي فاتت إن I واحد بتساوي G واحد V، فG واحد يبقى I واحد هتساوي جي واحد في اللي هي اي على جي واحد زائد جي اتنين. فنلاقي ان العلاقة دي تبقى جي واحد على جي واحد زائد جي اتنين اي، اللي هو المعنى اللي أنا حبيت أوصله، إن تيار اللي في الكوندكتنس الأولانية بيتناسب طردي مع الكوندكتنس نفسها، وبالمثل يبقى I اتنين هتساوي G اتنين على G واحد زائد G زائد جي اتنين في اي. برضو الاي اتنين بيتناسب مع جي اتنين مع جي اتنين. لو استبدلنا الجهات بمقلوب المقاومات فهنلاقي ان I واحد هتساوي R اتنين على R واحد زائد R اتنين في I، و I اتنين تساوي R واحد على R واحد زائد R اتنين في I. يعني هنا التيارات بتتناسب عكسي مع المقاومات، اي واحد يتناسب مع ار اتنين. وعلشان كده لو دايرة زي اللي فاتت دي عايزين نجيب التيار في المقاومة الاولانية بنقسم التيار الكلي على مجموع المقاومتين ونضرب في المقاومة التانية اللي احنا مش عايزين فيها التيار اللي هي زميلتها، والعكس بالنسبة للمقاومة التانية.
وكعلاقة نهائية بالنسبة للجزئية دي الباور يساوي بي واحد زائد بي اتنين لما نعوض فنلاقي ان دي هتوصل تاخد الصورة اللي هي ار واحد ار اتنين على ار واحد زائد ار اتنين اي تربيع وات. عشان نعمم موضوع المقاومات اللي على التوازي فممكن تبقى الدايرة بتاعتنا بالشكل ده جي واحد جي اتنين جي تلاتة جي ان وهنا اي واحد اي اتنين اي تلاتة اي ان وده مصدر تيار اي وبنفس الطريقة الفولت طبعا ثابت والتيارات هي اللي مختلفة والآي الكلية تساوي آي واحد زائد آي اتنين زائد إلى آي إن. آي واحد بتساوي جي واحد في جي اتنين في إلى جي إن في أو في جي واحد زائد جي اتنين زائد 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 إلى جي إن ومنها V هتساوي I على G واحد G اتنين زائد زائد إلى G N. لو قلنا إن الدايرة دي ممكن تكافئ الدايرة دهية نفس الـ I ودي اسمها جي بارالل وبرضو ده في فهيبقى ال V هتساوي I على G parallel أو I تساوي G parallel V وبالتالي الجي بارلل يساوي جي واحد جي اتنين إلى جي إن
وبنقول إنها summation ل جي إن من إن بتساوي واحد ل إن كابيتال. ومنها ان واحد على R parallel اللي هي مقلوب الكوندكتنسز بتساوي واحد على R واحد، واحد على R اتنين، الى واحد على R n اللي هي تساوي sum واحد على R n من n تساوي واحد ل n كابيتال. وباستخدام المعادلات اللي فاتت نقدر نقول إن I واحد تساوي G واحد على G parallel I، و I اتنين G اتنين على G parallel في I وهكذا. ممكن نعمل مثال بسيط على حكاية مقاومات التوازي دي. يعني لو احنا عندنا الدايرة دي كده، وعايزين نحسب الانبوت ريزيستنس للدايره دي، فاحنا هنحلها بسيكونس بسيط علشان تبقى واضحه بالنسبه لنا. هنبدا بالمقاومه 1 اوم والمقاومه 5 اوم، دول بالتوالي مع بعض وبالتوازي مع المقاومه 12، فهتبقى الدايرة تاخد الشكل ده، 7 وبعدين 12 وبعدين 6، دي 12 ودي 6 ودي 7. السيكونس التاني اللي بعد ده هجيب المقاومتين دول بالتوازي واجيبهم مع دي بالتوالي، فهتبقى الدايرة كده. المقاومة دي هتبقى 6 في 12 على 18 والسيكونس اللي جاي طبعا ده هتبقى هنا 3، 12 على 3 فيها الأربعة، فهتطلع مقاومة 7 ومقاومة 4، يبقى الـ R input
هتساوي 11 اوم. البطارية example في الدائرة دي هنبقى عايزين I and V واحد I و V واحد. احنا هناخد سنجل لوب اهي هخلص المثال ده بقى. سنجل لوب دي هيبقى فيها لو بدينا من النقطة اللي هنا دي فهيبقى